أحبائي، سعيد لي مساكم، مساء النور عليكم. أتمنى يلقاكم صوتي في أحلى أوقاتكم. بونسوار تو الموند. محتوى أوديو اليوم هو نصيحة أكثر منه تحليل نفسي أو طاقي. أردت أن يكون نصيحة مباشرة. هدفها ماذا؟ هدفها عزل طاقتنا والتغيير نحو الأفضل، لأنه من دون قبول، من دون أن نقبل أمرا ما، لا يمكننا أبدا أن نرى الجانب الإيجابي فيه أو الجانب المشرق فيه. ذكروا، من دون أن تقبلوا أمرا ما ولو كان سلبيا، لا يمكنكم أبدا أن تروا النور منه أو من خلاله أو من خلال معايشة أحداثه أو مواقفه أو الاحتكاك بأفراده. وجودك داخل أسرة سلبية ليس خطأك تماما، يعني مش غلطتك أنك ولدت في أسرة سلبية أفرادها سلبيين، إخوة أو أخوات أو أب أو أم أو ما شابه. لذلك إذا انطلقت من هذه الفكرة فمعنى ذلك أنك ستنجحين في تأسيس أو على الأقل في التخفيف من وطأة الذبذبات السلبية التي يرسلها لك هؤلاء الأفراد. بكل بساطة، يعني لا يمكنك تغيير الوضع. في النهاية لا يمكننا أن نغير الأم، لا يمكنني أن أتنصل من أمي، ولا يمكنني أن أتنصل من أبي مثلا، ولا يمكن أن أنسى أختي أو أتنصل منها. لماذا؟ لأنه بكل بساطة الروابط الأسرية هي روابط روحية كارمية، هي روابط روحية فيها دروس، هي روابط روحية لا يمكنها أن تنقطع، لا يمكن أن نقطعها يعني بأي حال من الأحوال. طيب، إذا نظرنا إلى الأمر من الخارج سنرى أن كل الأسر تعاني من مشاكل، كل الأسر من دون استثناء، سواء كانت هذه المشاكل كبيرة ومعقدة وشائكة وتطال الكثير من الناس، أو كانت مشاكل سطحية ومؤقتة ولا تطال الكثير من الأفراد داخل الأسرة، ولكن وجودها وجود حتمي. كل العائلات من دون استثناء، سواء في المجتمعات الغربية أو المجتمعات العربية، تعاني من مشاكل، تعاني من اضطرابات في التفاعل، في العلاقات إلى آخره. وجودنا داخل هذه المشاكل هو من العوامل الخارجية التي ممكن أن تأثر سلبا على طاقتنا. ولكن نعود نذكر، نحن لسنا أو ليس لدينا أي علاقة بها، لا من حيث المنبع، يعني لا من حيث الوجود، لسنا نحن من أحدث هذه المشاكل، ولا حتى من حيث الأصل. يعني نحن مثلا وجدنا في أسرة، لا أدري، وجدت مثلا، ولدت في أسرة فيها الأب والأم منفصلين، فهذا ليس خطأي. يعني أنا ولدت في عائلة سلبية أو في عائلة بها مشاكل أو بها علاقة كارمية أو علاقة مضطربة. الإنسان في الغالب اللي عنده مشاكل بأسرته يعيش حياة جميلة في الخارج، بمجرد ما يدخل المنزل تتغير نفسيته ويبدأ يتشنج ويبدأ يضيق صدره ويبدأ يشعر بالقلق وبعض الألم في ظهره ممكن، وبعض الحرارة في على مستوى البطن، يعني مستوى الضفيرة، مستوى شاكرة الضفيرة الشمسية مثلا، لأنه كل هذا حتى بعض الآلام، قد تطوروا بعض الآلام على مستوى المفاصل، يعني les articulations. كل هذا سببه العواطف السلبية اللي تتلقاها لما تدخلوا للدار، يعني لما تدخلوا للمنزل. وفي الحقيقة اللي يحصل لكم هو أنه يحصل لكم تحفيز أو stimulus، بمعنى بمجرد ما تدخل المنزل تتذكر مشاكلك مع أمك أو مشاكلك مع زوجك أو مع أخوتك أو ما شابه. وهذه العواطف هذه بمجرد ما تستثار فرح تعطيكم هذه الآلام. طيب، كيف نعالج نحن هذه الحالة الجسمية التي تصيبنا وهذه الحالة النفسية التي تصيبنا من جراء التشنج في العلاقات مع إخوتنا؟ هي في الغالب هذه العواطف هي عواطف مكبوتة، يعني أنت ما تقدرش تقول لأمك مثلا أنك لست أما صالحة، لا تستطيع أن تقول لوالدك إنك والد قاسي أو إنك أب مجحف أو إنك أب ظالم مثلا. فكل هذه العواطف المكبوتة هي اللي تسبب لكم هذه المشاكل النفسية أو هذه الآلام كذلك الجسمية. الواحد منا في الغالب عندما يتعامل مع أسرته يتعامل ببعض الدبلوماسية أو ببعض الكذب،
هذا الكذب أو هذا الزيف اللي في تعاملاتنا مع عائلتنا سيعيق تطورنا الروحي، بمعنى أنت كروح لن تكون مرتاحا وأنت تتعامل مع أختك مثلا التي علاقتك بها سيئة، أو مع والدتك التي علاقتك بها كذلك مضطربة. وإذا عرفت فيما بعد أن أحد أفراد الأسرة أو أن الأسرة تقف مع الأخت ولا تقف معك، فهذا سيولد لديك إحساسا آخر، ألا وهو الشعور بالظلم. ستشعر، لاحظوا هناك الكثير من العائلات اللي عندهم فيهم واحد أو واحدة خارج عن العائلة، بمعنى لا يكلم كل أفراد العائلة، نسموه باللغة الفرنسية لو موتون نوار أو الكبش الأسود. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو شخص قرر أن ينفصل وأن يقطع صلة الرحم بينه وبين كل أفراد عائلته. لماذا يا ترى؟ لأنه تأكد بأنه ليس هناك أي إصلاح أو ليس هناك أي رجوع إلى الأحسن أو إلى الوراء في علاقته مع أسرته، فيفضل أنه ينعزل عليهم ويقطع علاقاته بالكل. هل هذا جيد؟ أكيد لا، هذا مش مليح. لماذا؟ أولا، هذا الشخص سيحس بالعزلة دائما، يشعر دائما بأنه مقطوع عن العائلة، مثلا في حين ما تجي أعياد مناسبات مثلا عائلية دينية أو whatever، راح يوجد نفسه وحيد من دون أي فرد من أفراد عائلته، وهذا سيشعره بالقهر والظلم، يعني سواء كان رجل أو امرأة. حذاري، يعني حتى الرجال سيشعرون بنفس الشعور، يعني هم مش مغيبين نفسيا. من جهة أخرى، هذا من جهته هو، من جهة أخرى من جهة الأولاد، إذا كان عنده أولاد فكذلك رح يوجد مشاكل معهم، لأن أولاده رح يسألوه أين هي خالتي، أين هي عمتي، أين هي جدتي، أين هو جدي. دائما هناك أسئلة تتكرر، وهو للأسف لا يجد إجابات لهذه الأسئلة المحرجة. لا يمكنه أن يقول لابنه أنا لا أكلم عمك مثلا، أو أنا لا أكلم عمتك إلى آخره. طيب، نحن أمام حالة شائكة، أو نحن أمام حالة معقدة في الحقيقة. لماذا؟ لأننا نعيش صداما مع فرد من أفراد أسرتنا، مختلفين معه اختلافا شديدا، ولم نجد أي بلاتفورم أو أي قاعدة مشتركة أو أرضية مشتركة حتى نتفق معه. ولكن يبقى أن الحل ليس هو قطع الروابط الأسرية أو الصلات الروحية بينكم وبين أفراد عائلاتكم، لأني شفت أحيانا بعض اليوتيوبرز رغم خبرتهم في الطاقة ورغم خبرتهم كذلك في علم النفس، إلا أنهم يقولوا يجب أن تعزل نفسك عن أسرتك. لا، نعم، العزل ضروري. ما معنى العزل؟ العزل هو أنك تعزل طاقتك أنت عنهم، يعني أنت مع أختك وأنت تعرف أن أختك هذه هي مصدر من مصادر الطاقة السلبية في حياتك، كل ما تكلمك إلا وتجيب لك 37 مشكل تحكي لك عليه، وتجيب لك 37 طلب، أو تجيب لك لا أدري كل مشاكل الأرض توصفها لك في حديث تليفوني لمدة 10 دقائق أو 15 دقيقة. طيب ماذا تفعل؟ أنت في هذه الحالة تبقي علاقتك بأختك طيبة، يعني لا تجرح مشاعرها، لا تقولها مثلا أنت سلبية أو أنت كذا، ولكن حاول بصورة غير مباشرة أنك دائما في كل مرة تفتح لك حديثا سلبيا أنك تغير من مودها وتدخلها في حديث آخر إيجابي إذا استطعت. إذا لم تستطع فحاول أنك تدخل لها في عقلها اللاباطن بصورة غير مباشرة أنها سلبية. فمثلا إذا بعثت لك صورة لشخص ميت أو whatever، صورة لحادثة فيها دم أو فيها شيء من الأشياء اللي أنت صار لك سنين ما شفتهاش، فأنت تقول لها بليز من فضلك لا ترسلي لي هذا النوع من الصور لأني لا أطيقها، أنا لا أحتمل رؤية الدماء، فمن فضلك ما ترسليش صور مثل هذه. هذه الجملة هذه لما تقولها لها هي راح تدخل عقلها الباطن، وراح تجعلها تفكر في كل مرة راح ترسل لك صورة، تفكر هل هذه الصورة مناسبة أم لا، وهذا سيجعلها تتغير مع الوقت. ثقوا بي، كل إنسان يراقب عواطفه ويراقب سلوكاته راح يتغير مع الوقت. في العادة كل الأسر فيها نقاشات حادة أحيانا، وفيها بؤر اختلاف، يعني بؤر اختلاف قد تكون كبيرة، ولكن الأسر القوية الواعية، ها، اللي عندها نسبة من الوعي، يختلفون ولكن لا يفترقون، يختلفون ولكن في القبول والحب.
ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنني اختلفت مع أختي لا أدري، نتجاذبنا حديثا سيئا وقلت لها كلام مش مليح وقالت لي كلام مش مليح. ففي اليوم الموالي ماذا تفعل أنت أو ماذا تفعلي؟ خذي الهاتف وصبحي عليها بسرعة عادية وكأن شيئا لم يحدث، وهي رح تتقبل الأمر أكيد يعني إذا كانت واعية. لذلك قلت الأسر الواعية مش الأسر الغير واعية، مش الأسر اللي درجة وعيها ضعيف مثلا. يعني أنت بهذه الحالة ماذا ستفعل؟ أنت لما تدخل في الحب وتدخل في القبول فرح ترفع ذبذباتك، وأنت لما تكلمها وتتبادل معها طاقة. لاحظوا أنتوا في علاقتكم مع أسركم أنتم تتبادلوا طاقة، لأنه علاقات روحية، هذه علاقات نفس العائلة الروحية نفس الدم، فبالتالي راح تتبادلوا طاقة. فأنت لما تحكي معها بذبذبات مرتفعة راح ماذا ستفعل؟ راح تعمل حائط صد لذبذباتها المنخفضة، وممكن تكون قوي جدا وتزيد ترفعها معك إلى ذبذبات مرتفعة. يعني إذا دخلتها في حالة فرح وحالة بهجة فأنت راح بهذه الطريقة راح رفعتها إلى ذبذبات مرتفعة، حتى لا تتركز عندكم الذكريات المؤلمة. لاحظوا أنت في كل مرة تدخل في صراع مع أسرتك راح تتركز أو راح تصير عندك ذاكرة مؤلمة. ذاكرة مؤلمة ما معنى ذلك؟ اللي ما يعرفش ما هي الذاكرة المؤلمة أنصحك أنك تسمع الأوديو اللي موجود عندي بقناتي اسمه الذاكرة المؤلمة. معنى ذلك أن هناك ذكريات نفسية سيئة ستصبغ جسمك، يعني لأنه الجسم عنده ذاكرة، رح يصبح عندك جسد متألم ونفس متألمة. فحتى تخرج أنت من هذه الذاكرة المؤلمة على جسدك وعلى نفسك، فعليك بكل بساطة أنك تعمل بلوكات لهذه الترومات. ما معنى ذلك؟ يعني تخلق لنفسك نوعا من الهالة الإيجابية التي تعيش بها، حتى لا تسمح للطاقة البديلة أو للطاقة الأجنبية هذه أنها تخترق هالتك وتخلق لك خدوش على هالتك. هذا هو الحل الوحيد، ليس هناك حل آخر. يعني فأنت كل ما تختلف مع أحد من أفراد أسرتك سامحه في نفس الوقت، يعني بدون ما تقول له أنك سامحته، لا، مع نفسك أنت سامحه في نفس الوقت. وقول لنفسك أنا أمسح من هالتي كل ما هو سلبي. يمكنك أن تقوم بذلك في النوم، قبل النوم في الليل 10 دقائق قبل النوم، يعني مهمين جدا لحالتكم النفسية ولصحتكم الطاقية. 10 دقائق قبل النوم تقول قد مسحت ما حصل بيني وبين أبي اليوم، وقد أعدت توازني النفسي وتوازن الطاقي، وأنا سأنام بكل سلام. كرر هذه الجملة الكثير من المرات بلغتك الأم، ورح تفيق الصبح يعني في اليوم الموالي بكل يعني طاقتك الجميلة وبكل فرحك وكل سعادتك. أنا متأكدة لو داومتوا على هذا التمرين على الأقل لمدة 10 إلى 11 يوم رح تصيروا رح تتغيروا، يعني رح تتحققوا نوع من التخفيف أو نوع من التحرر من الآلام أو من البلوكات. طيب هناك يحدث أحيانا أن الإنسان يوصل إلى درجة معينة من الحقد على بعض من أفراد أسرته، يعني توصلوا وين اللوتو نتواياج، هذا اللي قلت لكم عليه، التنظيف الذاتي أو لوتو نتواياج ما ينفعش. لماذا ما ينفعش؟ لأنه أنت تصير مختل، أنت جسمك يصير مختل، عندك ان غون ديزيكيليبر انرجيتيك، يصبح عندك اختلال طاقي كبير جدا. وهذا التنظيف اليومي اللي تقعد تقوم به مش رح يكفي، وكأنه يعني سيدة منزلها متسخ اتساخا شديدا وهي تقوم فقط بنزع الغبار أو بمسح بعض الأماكن، فهذا مش رح يكفي أنها تنظف منزلها تنظيفا دقيقا أو تنظيفا شاملا. في هذه الحالة عليكم أن تعملوا تنظيف طاقي شامل لمدة 21 يوم. هو نفس العملية اللي قلت لكم تعملوها إذا حبيتوا ترفعوا الكونداليني عندكم أو تفعلوا الكونداليني عندكم لمدة 21 يوم من دون توقف. لازم تعمل الرياضة في ذلك اليوم، حتى ولو كانت المشي فقط،
ولازم تاكل غذاء صحي، ولازم تعمل تنظيف بالملح الصخري كل يوم، بالزيوت كل يوم 21 يوم. يعني هو في الحقيقة يعني مثل إعادة تأهيل لعقلك الباطن ولنفسك إلى آخره. ولازم في هذه الفترة، لا ضروري في هذه الفترة، أنك لا تحتك بأفراد أسرتك الذين يثيرون المشاكل معك أو الذين يثيرون طاقتك السلبية، وإلا ستنقلب أمورك، يعني رح ترجع للوراء. وأهم نصيحة نقدمها لكم كذلك أنكم تقبلوا الاختلافات. يعني أنت إذا ما قبلتش أختك بالصورة اللي هي عليها، مش راح تتفاهم معها في ولا يوم من الأيام. لازم تعيشوا الخلافات في القبول، أنا سأقبلها، هي هكذا، لا يمكنني أن أغيرها بعد ما لحقت 30 أو 40 سنة. من الصعب، يعني من الصعب أن نغير أمي، ومثلا هي عندها أكثر من لا أدري من 70 سنة. فإذا أنت فكرت أو إذا أنت عشت في القبول، في قبول هذه الاختلافات، فرح تنجح في كل مرة أنك تعزل طاقتك عليهم، ورح تنجح في كل مرة أنك تتفادى، ها؟ ستتفادى أن تنقش جرحا جديدا على نفسك وجسمك أو على ذاكرتك بصورة عامة. ومع الوقت، مع الوقت رح تصير كل أمورك عادية، بمعنى سيختلفون وأنت لا تسمع. يعني رح تصير مثل الأصم، أنت تسمع كل شيء ولكن عقلك لا يستوعب أي كلمة مما يقولون. يعني رح تعمل بلوك لنفسك ولطاقتك، مش رح تندمج معهم. رح يصير هذا التدريب اللي تقوم به يعني لبعض الأيام رح يصير عادة يومية، مثل ما كأنك تسوق سيارة مثلا، رح تقوم به بدون وعي. وهذا ماذا سيفعل لك؟ هذا سيكفل ذبذباتك العالية، راح تبقى ذبذباتك دائما عالية، مش راح تدخل معهم في ذبذباتهم السلبية الواطية، مش راح تحزن. فكل مرة ننصحكم، كل مرة دخلتم في حوار مغلق مع أحد أفراد أسرتكم ووجدتوا أنه ليس هناك أي حل، أنه كل أفكارهم ما يتناسبوش مع أفكاركم أو ما شابه، أخرجوا وغلقوا الحوار، غلقوا الحوار معهم وخرجوا إلى الطبيعة، خرجوا تمشوا، يعني مشيوا لساعة أو نصف ساعة أو نصف ساعة أو ما شابه، أو خذوا سيارتكم روحوا المكان تنزهوا أو ما شابه ورجعوا بعد وقت. هذا سيجعل الطرف الآخر يعني ينقص الغضب عنده، يعني يهدأ، وانتم كذلك ستهدؤون وسترجعون ستسترجعون طاقتكم الجميلة، طاقتكم الإيجابية، يعني طاقتكم الأصلية، وتعاودوا ترجعوا للمنزل بعد ما تحسوا نفسكم هديتوا وصرتوا في طاقة مليحة ورجعت لكم ابتسامتكم وضحكتكم وذبذباتكم العالية، ارجعوا للمنزل. هذه أهم نصيحة نقدمها لكم. أما فيما يخص الناس اللي يقولوا لكم في اليوتيوب اقطعوا مع أسركم، فأنا لا أنصح أبدا أبدا بأي حال من الأحوال في قطع العلاقات الأسرية، لأن قطع العلاقات الأسرية هو بمثابة قطع حبل أثيري. حبل أثيري كان يورد لك طاقة، صح هي طاقة سلبية، ولكن هي طاقة سلبية تدرسك، تدفعك إلى الأمام، تجعلك تستخلص بعض العبر وبعض الدروس. أما فيما يخص الناس اللي تعاني من جرح الرفض أو من جرح الترك اللي سببوا لها أو اللي سببته عائلتها، فكذلك نفس الأمر نقوله لهم، لا يمكنك أن تتخلصي من جرح الرفض الذي تسببت له أو تسببت فيه أمك، يعني أنت كبنت مثلا، إلا إذا سمحتيها، إلا إذا سمحتيها من قرارة نفسك، مش سماح دبلوماسي عائلي قدام الناس، لا لا لا، إلا إذا سمحتيها أنت من قرارة نفسك، يعني من قلبك، من صميم قلبك. هنا فقط يمكنك أن تسترجعي بهجة طفلك الداخلي وتدخلي في حالة قبول لنفسك وقبول الأم كذلك لرفضاتك. سأتمنى لكم أوقات سعيدة، سألقاكم في أوديو مقبل إن شاء الله غدا بإذن الله، إذا سمحت الظروف إن شاء الله راح أسجل لكم فيديو أو أوديو حول التسليم عند اليانج، وخاصة عند السيدات اليانج. مع السلامة أحبائي.